شهد وزير الإنتاج الحربي محمد العصار توقيع عقد اتفاقية مع شركة نيجيرية لتأسيس شركة مساهمة لإنتاج وتصنيع اسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي المضغوط. يهدف إنشاء الشركة إلى تصنيع وإنتاج اسطوانات البوتاجاز واسطوانات غاز السيارات بأحجام مختلفة، وذلك لتحقيق التكامل وتبادل الخبرات لرفع نسب التصنيع المحلي والاستغناء عن استيراد المكونات بشكل تدريجي في الصناعات المصرية بمختلف القطاعات الخاصة والعامة في هذا المجال.